دكتور نوال الزغبي كانت أول من اعتذر، رجعتوا وجهتوا لها دعوة مرة ثانية؟ الحقيقة هي اعتذرت قبل الانفجار، الوحيدة اللي اعتذرت قبل الانفجار. يمكن يعني السبب اللي قالته مش هو الحقيقي، بس نحن يعني بنحترم آراء الكل، بس هي كان في تضارب بوجهات النظر بالأغنية اللي بتغنيها بصراحة، لأنه نحن شعار الحفل هو تكريم لبيروت، يعني بيكون في أغاني وطنية، أغاني بتلامس الأوضاع اللي عم نعيشها، وكان هي مصرة تطلق أغنيتها الجديدة أرقص. هالشيء اللي نحن كإدارة مهرجان مش كتير ملائم مع الوضع، فاعتذرت. وكان السبب اللي قلته مش هو الحقيقي صراحة. نحن بنحترم التصريح اللي قلته، بس كان في زعل من قبلنا بصراحة. وبعدين بعد ما تأجل الحفل قلنا ما في لزوم للزعل، لأنه في صحبة وفي مودة، هالظرف بلبنان مش مفروض يكون في زعل، لازم يمشي الحال، خاصة أنه المسؤولين عن أعمالها قالوا لنا لا، هي حابة تكون معكم وحابة تكون بالميراكس، وعندها علاقة قديمة مع الميراكس وحابة تكون بالتاريخ الجديد. قلنا لهم أوكي، بس لما تحدد التاريخ الجديد طلع عندها حفلة وفضلت تروح على الحفلة وما تشارك للمرة الثانية. طيب وصرحت قالوا لي أنه قالت لا، فهذا الشيء كان غريب بالوقت اللي أظهرت أنه حابة ترجع تشارك بيرجعوا بحطوا لها. فهون في شوية عطب على بعض النجوم اللي بيستغلوا السوشيال ميديا ليسوقوا لبعض الأمور يلي ما بتكون هي الحقيقية.